هذا أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس السبت بلغ أكثر من 787 ألف شخص فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم أكثر من 570 ألف شخص وتجدد وزارة الصحة دعوة للجميع للإقبال على التطعيم وإلى ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية